السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. وإحنا طبعا زي ما عودناكم في حلقاتنا في رمضان عندنا فقرات كتير مختلفة ومتنوعة، وبنبدأ بأول فقرة من فقراتنا مع رانيا أبو شادي خبيرة التغذية ودي التوكس الدولية وصحة وعافية. أهلا بك يا رانيا. أهلا يا دعاء، إزيك؟ أهلا بك يا حبيبتي. إحنا طبعا بنتكلم عن الأكل الصحي وإزالة السموم من الجسم، ورمضان فرصة طبعا كبيرة جدا انه نخرج منه صحتنا احسن. واللي عايز يخس كمان يقدر ان هو في شهر رمضان يخس. اللي متابعنا بقى يعني من اول رمضان وبيشوف حلقات كل يوم هيعرف السيستم، وعلى الصفحه بتاعه البرنامج هيلاقي السيستم مكتوب. مش عايزين بقى نقعد يعني نكرر الكلام، لكن في نقط مهمه قوي عايز الناس تتمسك بيها، ان احنا كل ساعتين نحافظ على كل ساعتين ناكل حاجه، نشرب ميه كل ساعه، واهم بقى حاجه ممكن ناكلها واظرف حاجه ممكن ناكلها في الصيف ده ومع البتاع، ان احنا ناكل لوز او كاجو او ترمس او حاجه يعني حاجه من الحاجات اللي هي نقدر نتسلى بيها اللي هي التسالي. لكن لو رتبنا التسالي هنرتبها انه لوز الاول وبعدين كاجو وبعدين السوداني وبقيه المسليات اللي هي زي اللب والاسمر او ابيض وكده. الحاجات دي تقدر تملى فراغات كويسه جدا، هتشبعنا، مفيده جدا، وهتخلينا ناكل الحاجات التانيه بقى اللي هي الحلويات والحاجات دي اقل. ونتبع بقى كل، احنا الحمد لله عملنا وصفات ظريفه قوي في الايام اللي فاتت وهنكمل. لو الناس فعلا متابعانا هتقدر تخرج، انا يعني بوعدهم انهم هيخرجوا من رمضان ده مختلفين ان شاء الله، بصحه وعافيه باذن الله. قولنا بقى النهارده الوصفه هتعمليها ايه؟ بصي بقى يا ستي، احنا هنعمل شوربه. الشوربه دي اسمها عالميا انتي انفلاماتوري درينك سوب، او شوربه مضاده للالتهاب. يعني اللي بيبقى عنده اي التهابات داخليه، احنا مش بنتكلم التهابات خارجيه او امراض مزمنه، بيروحوا طبعا دايما الدكاتره والاطباء معانا، لكن احنا في حاله جسمنا بجهازنا الهضمي بالخلايا بتاعتنا في حاله انها تتعرض للالتهاب طول الوقت طول الوقت، وجسمك بيقدر ان هو ينظف ده لما بتساعديه بطرق الاكل الصحيحه والشرب الصحيح. فالشوربه دي اسمها شوربه مضاده للالتهاب او انتي انفلاماتوري سوب. المكونات اللي جواها كلها ضد التهاب الخلايا وضد التهاب الاعضاء. فعايزين الناس في رمضان تستخدمها كشوربه، لان احنا عندنا 30 يوم ورمضان بيحب الشوربه، فاحنا دايما بنحاول ندي للناس وصفات بحيث ان انت مش معقول ال 30 يوم هتعملي نفس نوع او نوعين او ثلاث انواع الشوربه. فده نوع من الانواع الصحيه جدا، واللي انا يعني بأؤيدها ان احنا نشربها على الاقل اربع خمس مرات خلال شهر رمضان، هتنضف السموم بالظبط وضد الالتهابات. هي اسمها انتي انفلاماتوري درينك او سوب. تمام. طيب هنعملها ازاي؟ احنا هنا انا كنت مسخنه الكاسروله قبل ما نبدا. هنضيف لبن اللوز. لبن اللوز دوت سهل جدا ان هو يتعمل، ان هو وده يعني خلال متابعات الناس لحلقاتنا هيشوفوه خطوه خطوه معايا. بفكرهم ان احنا اللوز بننقعه لمده تقريبا من 3-4 ساعات، وبعدين بيبقى عندي ميه مغليه بسيبها تهدى شويه، بحط الميه ديت على اللوز وبزود عليه محلى اللي انا بحبه، ممكن يبقى عسل، ممكن يبقى نبات الاستيفيا، وبزود زيت جوز الهند اللي انا اتكلمت عن فوائده ومميزاته واللي مهم جدا جدا لصحه الجسم. وفي الاخر بضربهم في الخلاط، بيطلع لبن لوز او لبن كاجو، الاثنين بيتعملوا بنفس الطريقه. وطبعا اللوز بعد ما بنقعه لازم انشفه قبل ما احطه في الخلاط. بيبقى عندي الكوبايه دي، هستخدمها بقى في الوصفه بتاعتي، هحطه وهسيبه يسخن شويه. دعاء هستخدم هنا بقى حاجه مهمه جدا اللي احنا معتمدين عليها في الشوربه ديت او في المشروب ده لانها مضاد للالتهاب، الكركم. ناس كتير جدا يا دعاء ما تعرفش فوائد الكركم. الكركم من الحاجات المفيده جدا انها بتعالج التهابات الجهاز الهضمي. ودلوقتي عالميا بداوا يكتشفوا بعد ما عملوا ابحاث عن الهند، اكتشفوا ان الهند من اقل الدول اللي شعبها بيتعرض لمرض الالزهايمر. فقعدوا يحاولوا يدرسوا ليه، اكتشفوا بسبب استهلاك الكركم. فدلوقتي بقوا بيعملوه تابلتس او حبوب الناس بتاخدها علشان تتجنب في المستقبل امراض الالزهايمر.
دي بقى هي كانت الزهايمر ده كان امراض الشيخوخه، دلوقتي بقى حتى الشباب بيجي لهم النسيان ده. بالظبط. الكركم بقى بيساعد جدا في القصه ديت، انا هفتكر تقويه الذاكره يعني. تقويه الذاكره، وهو اصلا انتي انفلاماتوري، عشان كده الهنود والشعوب اللي بتاكل بتحطه في الرز دايما، وبتحطه في الفراخ، وبتحطه في الطبخات بتاعتهم، المناعه بتاعتهم بتبقى عاليه جدا. فاحنا حطينا الكركم، حطيت انا حبهان، انا بقى من الناس اللي بتحب الحبهان جدا. وانا كمان. بيدي ريحه جميله ونكهه جميله. حطيت 3 حبهانات. لو انا حابه بيضايقني الحبهان الحبوب، بقى في اقدر اضربه اصحمه عادي جدا في البيت، في مطحون ممكن اعمله في البيت عادي جدا. ده بقى حاجه، ده فلفل، هحط شويه فلفل، ممكن ما ازودش، ما بحبش الفلفل، بس حطيت نكهه. ده بقى برضو من الحاجات المهمه، ما احنا بنوري الناس الشوربه ايه مكوناتها. احنا حطينا كركم، حطينا لبن اللوز او لبن الكاجو، الاثنين بيتعملوا بنفس الطريقه شرحتها، وبعدين حطينا حبهان. القرفه، القرفه من الحاجات الهايله، بتوسع الشرايين، توسع الشعب، بتعمل عمليه غسيل للجهاز الهضمي والمعده، ومش عايزه اقول لك القرفه سهله جدا في سرعه الاحتراق، يعني عشان كده بندخلها دايما في الحاجات، يعني لو عملنا ليمون مع خل التفاح مع القرفه وحطيناهم على ميه مثلا، ده مشروب رائع للناس اللي عايزه تخس وتحرق دهون. فهنزود القرفه، هي دعاء كل واحد بالايه مقدار اللي هو طبعا بيحبه. وهنيجي بقى هنا على شيء في منتهى الاهميه، وهو زيت جوز الهند. دوت انا بحب اتكلم عنه. اولا زيت جوز الهند ده طلع من اكتر الزيوت الامنه في الطهي. هايل 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 للجهاز الهضمي، هايل للكبد، ودي معلومه ناس كتير ما تعرفهاش، وله استخدامات كمان تجميليه طبعا للشعر والجلد، يمكن نتكلم عنها ان شاء الله في حلقات ثانيه. الانواع موجود، هو خلاص بقى موجود، العلبه دي انا جايباها من مصر. موجوده انواع في مصر، بس لازم واحنا بنشتريها ناخد بالنا ان الاكسبايري ديت او تاريخ الانتهاء ما يبقاش بعد سنه. عشان نتاكد ان النوع اللي احنا بنستخدمه ما فيهوش كيماويات، ونحاول دايما نجيب النوع اللي يبقى مكتوب عليه اورجانيك. ايه هو النوع؟ انتوا احنا احرار، لكن اورجانيك عشان ما يبقاش محطوط عليه حاجات ثانيه. انا بطلعه بيبقى زي الزيت اهو، انا لازم احفظه في درجة حرارة في الثلاجة تحت 24، لأنه فوق 24 درجة بيتحول لزيت، تحتها بيبدأ يتجمد يبقى سمنة، لأنه هو مش محطوط فيه كيماويات، وأقدر حتى وأنا بطبخ بيه أخد منه زي الزبدة أو السمنة. تمام. زودت هنا معلقتين ونص كده، وبعدين هبدأ أقلب. ريحتها ريحتها باينت، ريحتها جميلة جدا. القرفه والحبهان هم اكتر حاجه غالبه على الريحه. القرفه والحبهان وال جوز الهند ريحته جميله جدا. حطيت فلفل. في حاجه مهمه جدا لازم احطها، وهي برضو هايله، اللي هي بشر الجينجر. بشرت شويه جينجر، ما بحاولش اكتر قوي عشان ما يمررش. هو ده كله فيتامين سي، الواحد وهو عنده برد حاجه مهمه قوي ان هو يبشر جينجر مثلا مع العسل والليمون، بيشيل البرد على طول. بالظبط. وزودت شويه من الملح، تمام، الفلفل والملح. وبقلب الجينجر، مهم جدا طبعا. زي ما انت قلتي، هو من الحاجات اللي بتوسع الشعب، مهمه جدا للمناعه. الشوربه دي يا جماعه، يعني عشان ما نقعدش ندي الناس مصطلحات معقده، شوربه مناعه. اللي عايز يقوي مناعه جسمه يشرب الشوربه دي ويخليها. احنا دايما يا دعاء بنتكلم، احنا في شهر رمضان، شهر لان هو شهر الناس كلها بتاكل، بتحب الاكل فيه وبتتجمع على الاكل، لكن انا نفسي ان شاء الله ان كل وصفاتنا الناس تكمل بيها طول السنه. فاحنا كده خلاص، هي غليت. تعالي بقى خلاص هنحطها بقى ايه، هنغرفها. انا حاطه مصفه علشان اصفي الحبهان وكده ينزل فيها، والجينجر اللي هو الورق بتاع اللي هو البشر بتاع الجينجر اهو. ايوه حطيها بقى اهي، هي الشوربه اهي زي ما احنا شايفين لونها. لونه اصفر كده، عارفه المبيض. شكلها حلو جدا، مكونه من قرفه وحبهان وكركم ولبن الكاجو او لبن اللوز وملح وزيت جوز الهند.
وطبعا الجينجر احنا قلنا، وبعدين غليناها كويس جدا وصفيناها عشان ناخد اي شوائب موجوده فيها وحطيناها. وده طبق او الوصفه دي وصفه مضاده للالتهاب، او هي وصفه اولى لتقويه مناعه الجسم. مشكوره جدا يا رانيا على الوصفات الصحيه اللي كل يوم بنعملها في البرنامج. شكرا لك يا حبيبتي، وصحه وعافيه. مشاهدينا خليكم معانا، لسه عندنا فقرات كتير في حلقتنا النهارده.